الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كما وعدناكم سيكون عندنا برنامج ريالي، وهذا البرنامج هو برنامج وزاري يهتم بالاقتصاد لتحقيق رؤية المملكة 2030، كتاب ريالي. وهذا الكتاب عبارة عن حقيبة تدريبية ستوزع عليكم جميعا. يلا نبدأ بالتوفير، لا إسراف ولا تبذير، غير عاداتك تغيير، قبل فلوسك ما تطير، قبل فلوسك ما تطير، في العالم ملياردير فقير، وقف إسراف وتبذير. حصل ارفعها فوق، ارفعها فوق. يا سلام عليك، يا سلام عليك. اول خمسه يا سلام، ما حد قرأها اللوحه. يا سلام يا سلام يا سلام. خلصت الدرار، درار ريال، درار ريال. ارفع ارفع صوتك، ارفع صوتك. يا سلام بعد الله. تدربوا على البرنامج والبرنامج ريالي، واليوم الطلاب يستثمرون المبالغ اللي حصلوها نتيجة هذا البرنامج. وسمينا احنا مستثمر الوطن، سمينا البرنامج هذا مستثمر الوطن. واليوم كما يعني تشاهد كثير من الطلاب يستثمرون من خلال بعض المبيعات وتدريبهم على عملية تجارية وعملية الاستثمار وعملية الاستثمار. يعني سيعقد كذلك برنامج استثمار للاستثمار بإذن الله تعالى. كذلك المستثمر الصغير وليد، شو التجربة عبر تجربتك مع ريالي؟ البرنامج التدريبي وتعلمت طريقة جمع المال وكيف استثمره في المستقبل، كما علماني الأستاذ منصور المنصور والأستاذ منصور السند. من خلال برنامج ريالي تعلمت كيف أجمع المال وأستثمره، وبدأت بعمل خطة لجمع المال، كما علماني الأستاذ منصور المنصور والأستاذ منصور السند، وشكرا لهما. تدربنا مع الأستاذ منصور المنصور على البرنامج وعلمنا كيف نستثمر أموالنا ونستفيد منها بشكل كبير.
قمت بتأسيس مجلة خاصة بي وعجبني أن أشارك فيها للمدرسة، جمعت منها المال الكثير. يلا نبدأ بالتوفير، لا إسراف ولا تبذير، غير عاداتك تغيير، قبل فلوسك ما تطير، قبل فلوسك ما تطير، في العالم ملياردير فقير، وقف إسراف وتبذير، وقف إسراف وتبذير. يلا نبدأ بالتوفير، لا إسراف ولا تبذير، غير عاداتك تغيير، قبل فلوسك ما تطير، قبل فلوسك ما تطير. إصراف وتبذير، وقف إصراف وتبذير. شارك معنا بالتفكير، هات الفكرة للتطوير، للفكرة الحلوة تصوير، تربح معنا في الأخير، تربح معنا في الأخير. العالم مليار فقير، وقف إصراف وتبذير، وقف إصراف وتبذير. شارك معنا بالتفكير، هات الفكرة للتطوير، للفكرة الحلوة تصوير، تربح معنا في الأخير، تربح معنا في الأخير. اسأل فاهم أو خبير، تتعلم حسن التدبير، الله أعطانا الكثير وإحنا في غفلة وتقصير. اسأل فاهم أو خبير، تتعلم حسن التدبير، الله أعطانا الكثير وإحنا في غفلة وتقصير، وإحنا في غفلة وتقصير. يلا نبدأ يلا نبدأ بالتوفير، لا إسراف ولا تبذير، غير عاداتك تغيير، قبل فلوسك ما تطير، قبل فلوسك ما تطير. مليار فقير، وقف إسراف وتبذير، وقف إسراف وتبذير. في العالم مليار فقير، وقف إسراف وتبذير، حمدا لله القادر، ابذل ما